وتمر الأيام والشهور ونأتي إلى أيام مباركة اعتدنا أن نستقبلها في كل عام، موسم زيارة العذراء القديسة والسيد المسيح وهو طفل، إلى هذا المكان، المكان في أسيوط في جبل وفي مغارة أثرية عمرها 4500 سنة، اعتاد المصريون اللجوء إليها في وقت الفيضان، وهكذا أصبحت هذه المغارة ملاذ مادي للذين عاشوا في تلك الحقبة، وأيضا لها قيمة حضارية وقيمة دينية. وكما توقفنا في العام الماضي كنا بنتوقف عند كم الناس اللي هي في بندير والالتحام عنصري الأمة في هذه المناسبة المتميزة، وهكذا يقوم بدير بطوره في استمتاع جميع الآتين لهذا المكان بالقيمة الروحية والقيمة التاريخية له. نتمنى لكم زيارة سعيدة وبركة دائمة وفي التواصل معكم دائما على الدوام. بالنسبة لمباركة بابا الفاتيكان برحلة مسار عائلة المقدسة، إيه اللي اتخذتوه أنتوا كدير وكالكنيسة هنا الأراضي السقسية بالنسبة للمسار؟ طبعا وغني عن البيان اهتمام العالم كله بمسار رحلة العائلة المقدسة، وكان الكثيرون ينظرون إليها بناحية روحية لا ناحية تاريخية أو ناحية تخص البشر بصفة خاصة، لكن اهتم القيادات الدينية العليا في العالم كله ومنهم بابا الفاتيكان بالوصول إلى مسار العائلة المقدسة. والنقطة اللي تهمنا احنا كمصريين انه ذكر ان مكان النهاية في هذه البلد اللي هي مصر نهاية هي عند درونكا حيث اقيم هناك دير، وهذا الدير يعلن بحسب الفاتيكان وتشديدهم على هذه المعلومة ان ده المكان اللي انطلقت منه العائلة المقدسة في رحلة الرجوع. طبعا هذه المعلومة أجيدت ب نقدر نقول مخطوطات وأبحاث عالمية، وهذا الموضوع طبعا لا يحتمل أي تأليف أو أي سجس، لكن هو هي معلومة محققة تماما. ودي نتمنى أننا كمصريين نتمنى أن نقبل على الدوام الأتين إلى هذا المكان، وكقيمة سياحية وقيمة دينية وقيمة إنسانية لنا أن نفتخر نحن المصريون بحلول العائلة المقدسة في هذا المكان، وآخر مكان أقام فيه في هذا المكان، ومن هنا ابتدت رحلة العودة مرة أخرى لفلسطين.